الزمنية التي تستطيع أرامكو زيادة الطاقة الإنتاجية بهذا الشكل إلى 13 مليون برميل، وكيف ممكن القيام بذلك برأيك؟ أنا أعتقد أن أرامكو تستطيع زيادة لمدة طويلة، أنا أعتقد هكذا، ولكن السؤال ليس هنا، السؤال ما هو الواقع على الميزانية تبعت المملكة والميزانيات البلاد الأعضاء كمان، لأنه إذا نزل صحيح إذا كتر الإنتاج على 33% ب 33 دولار في شوية تعويضات، إنما البجت المعمول على الميزانية تبعت السعودية بنعتقد ميس بنعتقد إحنا إنه موجود على 55، فبالتالي راح يصير في هناك زلزلة الخطط التي تسير عليها المملكة، وهذا هو الواقع اللي بنحاول إحنا نشوف إنه إذا هذا مناسب أم لا، لأنه إذا في حرب أصبحت الكل خسران. دكتور، إلى أي مدى تعتقد أنه ممكن، هل تعتقد أنه لا يزال هناك إمكانية للعودة إلى طاولة المفاوضات ما بين أعضاء أوبك بلس، أم تعتقد أنه هذا الباب تم إغلاقه؟ كيف تقرأ التصريحات الروسية مقابل هذه الإجراءات السعودية؟ شوفي، معظم التصريحات قد تكون بالنسبة للمناورة التجارية، لا اعتقد ان اي واحد من المنتجين اذا كان عنده عقل جيد وعقلانيه كمان جيده بيقدر ينافس السعوديه وينافس القرارات اللي حاولت تقترحها بالاوبك بشهر بست شهر وبعدين رفضوها. لكن السعودية عندها الكفاءة في الإنتاج والزخم في الكميات اللي تستطيع أن تملي السوق، لكن لمصلحة مين هذا؟ طيب في هذا السؤال، أوبك بلس الاجتماع القادم مفروض بيونيو، هل تعتقد أنه ممكن أن يتم أي اتفاق قبل ذلك؟ لأنه يونيو صراحة بعد عنا يعني 3-4 أشهر بيكون الدمج كبير جدا اذا بقيت الاسعار على المستويات الحاليه او انخفض، او هل وانا كمان بدي اسالك رايك، هل ممكن انه تنخفض بعض الاسعار الى اي مدى؟ لا طبيعي اذا انخفضت من جانيو من شهر كانون الثاني لهلا للان اصبحت تقريبا 40% الانخفاض، اذا بنطلع على شهر مقابل الشهر هذا هلا 33 كانت بالستينات، 63 كان برنت وقتها، فبالتالي انخفاض 40% مش سهل. شو مصيره على الخطط إلا كل البلاد المنتجة شو مصيرها؟ والسعودية المملكة السعودية الآن اللي هي تطلع 79% من الإيرادات تبعونا مبنية على النفط ومشتقاته الغاز، شايفه؟ فبالتالي هناك الحرب هذه مؤذية للجميع، فبالتالي السوق والمصلحة الخاصة لكل المناطق المنتجين هو إنه يجتمعوا مع بعض، ما مش مستعدين يستنوا لجون، لازم يكون في مفاوضات في الوقت الحاضر. السوق يجب أو المصلحة العامة للمشاريع تبعونهم الاجتماعية والإنشائية والعمرانية لازم هذا كله يعني يرشد، وإلا إذا بقت الأحوال زي هاي أنا لا أستبعد إنه ينزل عن 20 وينزل عن أكثر، لأنه النظرة المستقبلية للناس إلها تأثير على الأسعار. ما تحليلك للموقف السعودي دكتور صالح؟ والله أنا شايف إن الموقف السعودي كان عظيم بالاجتماعات، إنما رفض كأنه لم يكن، فبالتالي هناك في أمور يعني يجب أن نعرف لماذا رفض من قبل روسيا والبلاد المنتجة للنفط الأخرى الغير أعضاء، فالغير أعضاء هم لليوم التي يتحمل
المخاطر وتتحمل ثقل اليوم هي المملكة العربية السعودية، لأنه هي القيادة، هي القيادة من أوبك. دكتور انتهى وقتي، بس تعليق سريع جدا على تأثيرات ذلك على الانتاج الصخري الأمريكي.